ديرك رمزان التابع للأباء الساليزيان، والذي يقع شمال مدينة بيت جالة في محافظة بيت لحم، يكتسب قيمة خاصة من إرث وحضارة الشعب الفلسطيني، والنظر لمكانته الدينية وقدسيته منذ إنشائه، حيث الأراضي المتدرجة تمثل لوحة فنية رائعة مليئة بأشجار الزيتون والصنوبر وكروم العنب التي تضفي منظراً جمالياً رائعاً في هذا المكان. وفي وسط هذه الكروم أنشئ مصنع لتصنيع النبيذ المسمى بنبيذ كريمزان على نفس اسم الدير المعروف في جميع أنحاء العالم. تأسست الخمارة هون ب 1885، بلشوا بالسنوات الأولى اللي هي منه فرص عمل لليتامى، ومنه كمان اللي يدعموا الأديرة التانيين في المنطقة، بلشوا يعملوا النبيذ المسة. مسة اللي هي جاء من كلمة ماس للصلاة، فبلشوا كالنبيذ الحلو اللي هو بروح للكنيسة. بلشوا بالبداية اللي هو النبيذ الأبيض المعروف لأنه مستعمل أكتر بكنايس اللاتين، وبعد فترة صار يتسوى نفس النبيذ بس أحمر كمان حسب الطلب. المصنع ضلوا بنفس الفكرة إنه بيجمع عدة ناس موظفين وعمال، ما في تحديد، إحنا منستقبل الجميع، في من بيت لحم، في من بيت صحور، في من بيت جالة، في من القدس، في من الولجة، مشكلين أسلام ومسيحية، الكل بيعمل هون في المصنع، منه من زراعة برا ومنه كمان داخلي بالمصنع. ويذكر أن جودة النبيذ تحسنت بشكل ملحوظ وكبير، فهناك دراسات وفحوصات وخبرة وتجارب تجرى لأنواع عديدة من العنب بجهود كبيرة بذلها الأباء السلزيان لتوفير فرص العمل بمساعدة عدد من خبراء من إيطاليا. سنة 2007 دكتور ريكاردو كوتاريلا من إيطاليا، واحد من الخمسة التوب في العالم كواين ميكر، اتبنى الخمارة بعد ما أجا زيارتين على الأرض المقدسة. قالوا طلب إنه وين في بقدر أشوف مبيد محلي، بدي أشوف مصنع عربي مسيحي فلسطيني. قالوا له كريمزان. فلما أجا هون خلال زيارتين الأخارة تعلق كتير في المنطقة هون، وتبنى الخمارة بال 2007. اتبناها لعدة كمان شغلات، انه شاف في عندها امكانيات كريمزان انه تقدر تدخل في السوق العالمي وتسوي ارقام قياسية بالنسبة للكواليتي تبعت المبيد المحلي الموجود عندنا، اللي نتطور نطلع شوي لقدام زي باقي الخمارات في العالم، غير المبيد الحلو اللي عادة بروح للكنيسة، بس كمان إنه الناس تشوف إنه في أشياء كتير يونيك ما في مثلها في برا، زي عنب الدبوكي والجندلي والحمداني، هذه الأسامي العربية اللي بتدخل اليوم في تصنيع مبيدنا اللي هو المبيد المحلي. المصنع بيسوي تقريباً حالياً 180 ألف أنينة بالسنة، وملخص إنه مربوط بالتاريخ القوي تبع السلزيان، وهيك إنه كل مرابح المصنع ما يلزم للمصنع خلال السنة بروح للمصنع، وباقي المرابح بتروح تراجع للسلزيان اللي بتتوزع على كل الفقراء واليتامى في الشرق الأوسط، وبالذات سنة 2016 و2017 مركزين على اليتامى في سوريا. فهذا البناء القديم الذي يمتاز بأقواسه والمليء ببراميل صنعت في إيطاليا لتخمير العنب وصنع النبيذ المعطق.
حاليا هون موجودين في الكروم تبعون الدير. الكروم هاي مزروعة كلها عنا هون على عنب اسمه البلدي، عنب أحمر زي ما انتم شايفين حوالينا. كل الدوالي هلأ تأنبت، هلأ منلم كمان شوي كل الطلوقة تبعونهم. الدوالي كلهم بدهم دايما عناية، الأرض بدها دايما بحاشة، الحشيش اللي حواليها كلهم بنقام، بدها توريق، بدها رشوش أدوية عشان العنب يطلع كله منيح للإنتاج. في عندنا كمان احنا اراضي في بيت شامش اللي هو في دير بيت جمال، من هناك بنلقط عنبنا، وكمان بنضطر نشتري عنب من برا. كعنب المحليات هم هدول اللي نستعملهم، اما الانترناشنال اللي نستعمل في عندك كابرني سوفينيون، في عندك شاردوني، في عندك فيونير، في عندك مرلو، بيتيت سيرا وسيرا وهدول. فيعني احنا بنحاول ناخذ تقريبا من كل شيء، بس اكثر شيء هلا مركزين على هدول. لانه ليش ركزنا عليهم؟ واحد اول شيء عشان نرجع لاصلنا وللاشياء الموجوده عندنا في البلد نستغلها. هلا الكل اكثريه الناس اللي هلا احنا بنبيعهم وخصوصا اللي برا البلد مركزين على هدول، لانه الكل عنده مثلا بالعالم كله بزرعوا كابرنيه سوفينيون، والكل عنده كابرنيه سوفينيون، فيش مصنع تروحي عليه الا عنده كابرنيه سوفينيون، فيش حدا عنده هدول الانواع. فعشان هيك كل حتى الاكسبورت القديم بنسويه كله هم اللي برا مركزين على هدول الانواع. هم اللي بيختلف كعنب بين هدول والانترناشنال اللي هي حجم كمان القطف، كبر الحبة نفسها، وقديش المي اللي بتعطيها، والمواد نفسها اللي جواتها. هدول كتير أكتر يعني حساسين لهيك شغل، يعني لأنه هم أصلهم ما كانش لا صنع بيت، فإحنا قاعدين كمان نكتشف فيهم شوي شوي. صعب لما أنت تيجي تعمل إشي من الصفر، اوكي ما بتعرفي عنه تاريخ كامل لوراء، من ما انت تيجي هلا انا ابلش اسوي مثلا كابرنيه وكل الف واحد مثلا قبلي عامله بقدر اعرف الفكره وكل شيء. فهدول لسه كمان تحت التست، يعني انه كيف نعملهم من احسن الطرق. بس الحمد لله يعني لهلا عم بنافسوا ببلدان برا، وعم باخذوا مثلا واين سبيكتاتر في سان فرانسيسكو اخذوا من اعلى النتائج، والابيض التنين اللي عندنا اخذوا سيلفر ميدلز، والاحمر اخذ عندنا برونز ميدل. فيعني انه نشكر الله، مع انه مش للمبيد اصلهم، مش للمبيد، بس عم بينافسوا العنب للمبيد. زي ما انتم شفتوا كل الدوالي الموجودين عندنا اياهم موجودين على مدرجات، فهذا بكون الاشي كتير صعب انه نشتغل بماكينات للتلقيط. فكل التلقيط بيجي على الايدين ببوكس صغيرة زي هاي. البوكس هدول كل العنب اول ما يجي بروح على تانك كبير موجود فيه بالنص حلزون، اللي هو بدفش العنب شوي شوي لأول ماكينة بتنزل عليه، اللي هي الماكينة اللي ورانا هناك. هاي الماكينة هي بتفغص العنب وبتقيم منه العرموط. من هاي الماكينة ببلش أول فرق بين المبيد الأبيض والأحمر. نضيف على العنب على العصير خميرة اللي هي بتحول السكر لكحول وثاني أكسيد الكربون، أوكي. وكل المواد اللي احنا موجودين عنا إياهم والتنكات والمواد هم موجودين كلهم من إيطاليا، أوكي. فهذا الفرق الثاني بين الأبيض والأحمر. من أهم الشغلات إنه الأحمر بتخمر مرتين والأبيض بتخمر برا مرة واحدة بس، اللي هي الأبيض بيعمل عملية تخمير بسموها الكوليك فرمنتيشن، اللي هو اللي حكينا عنه الكحول بتحول السكر بتحول لكحول وثاني أكسيد الكربون. الأحمر أول ما يخلص هاي بيعمل كمان عملية تخمير، اللي هو نوع بكتيريا معينة بيحول نوع أسيد اسمه ماليك أسيد للاكتيك أسيد، بيخليه أكتر سوفت في التون.
ماشي. ثالث اهم فرق بين الاثنين انه الابيض بس يخلص عمليات التخمير هاي بتعتق بستانلس ستيل تنكات عاديه، اما الاحمر بتعتق ببراميل خشب ان كان صغار ان كان كبار، اللي هو بتعتق فيهم قريب ال 14 شهر. المنطقة هون هي المنطقة للتخمير للأبيض، أول ما يجي العصير الأبيض بتخمر بالتنكات الموجودين على يميننا. كل العمليات التخمير إن كانت الأبيض إن كانت أحمر تنعمل بدرجات حرارة إحنا بنتحكم فيها بواسطة الثلاجات الموجودين على الشمال. الأبيض بتخمر بين 16 و18 والأحمر بين 24 و25، فهذا الثلاجة بتستعمل جليسرين كحول معين اللي هو قد ما تنزل درجة حرارته ما بصير فورم يعني سوليد، بتمه ليكويد فورم، فهذا ببرد البراميل وهيك احنا بنسيطر على درجات الحرارة. احنا هلا بمنطقة التعتيق تبعت الانبيد الاحمر، البراميل الخشب ان كان صغار ان كان كبار. الانبيد عادة خصوصا الابيض لازم ينشرب خلال سنة سنة ونص، اوكي. الانبيد الابيض ما بتعتق كتير، الانبيد زي ما حكينا الابيض بنحط بتنكات ستانلستين بنحطش ببراميل خشب عندنا. الاحمر شوي غير، الاحمر في انواع عنب انواع انبيد بنعمل عشان ينشرب في نفس السنه برضو انطارت سنتين، وفي انواع عنب خصوصي بتنعمل وانبيد اللي هي بتتعتق في براميل خشب وهي بتصمد ازود كحياه. هلا احنا بالبراميل الخشب عندنا هون بنعتق الانبيد على القليله 14 شهر، بعد البراميل لسه بعد التعبات بنحطهم باناني بتتعتق بزياده في الانينه بطريقه الانينه لازم تكون مايله ميول يعني نايمه، اوكي. بعدين لسه الزبون بس يشتريها بيقدر يعتقها كمان عنده في الدار لكمان اكم من سنه وتنشرب، بس مش كل انواع الانبيد الاحمر يعني بتتعتق، في انواع خصوصي بتتعتق انواع لا. من هذا المصنع ومن هذه المنطقه يقام مهرجانات لتذوق النبيذ المصنوع محليا بأيدي فلسطينية والمطلوب محليا وعالميا، وكذلك لمد جميع الكنائس من هذا النبيذ المميز بمذاقه الفريد. للنورسات مارلين الحدوة من مصنع النبيذ في دير كريمازان بيت جالا.